يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل يقول الناظم العمري تذكر زمان كان فيه الطيب يذكر وذاك المجتمع ما فيه منكر وكل كان مشغول بحاله عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار الجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة وكانوا في منافعهم سوية إذا نادوا بعضهم ما تعيا ولا من قيل هيا قال هيا على درب المكارم والجمالة وكان الشخص يسمع قول عمه إذا ناده حالا راح يمه يلبي لو طلب روحه ودمه وهذا سلم رواد الشكالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة نهار العيد يلتم الجماعة على ضحك وسواليف وطاعة وزاروا بعضهم في نصف ساعة ولو ما يشربون إلا بياله وكان الغيث ينزل كل ليلة نرى المطلع علينا سلسلة وصارت الأرض الخضرة جميلة وشكل العشب من شفه سعالة عسى الله يسقي أيام البساطة زمان ما تلوث بالوساطة وكان الجار بالجار ارتباطة وكان الوصل ممدودة حبالة وهذه كانت أحوال القدامى إذا استسقوا هطل وبل الغمامة عليهم يا رب مني سلامة عدد من يذكر الله بابتهالة وفي هذا الزمن قل التراحم بعد ذاك التواصي والتلاحم على العصيان يا كثرة